السلام عليكم. ايه ده اللي انا شايفاه؟ اول مره اشوف فراخ بقها كده بيورم، سبحان الله. انا كنت طول عمري اعرف الفراخ بتيجي لها برد نخه او كخه او برد في جسمها، او الفراخ او بتسهل، بس اول مره اشوف الفراخ بقها بيورم كده. الفراخ دي انا جبتها قعدت عندي 5 ايام، بس بعد كده الفراخ بدات تنخ او تكخ او تعمل صوت الضفدع. طبعا كلكم شايفين الفراخ عاملة ازاي وسامعين صوتها. الفراخ مش قادرة تاخد نفسها خالص. والله تعبت معاها من 5 يوم في الدورة. انا كنت حطاها في صندوق معقمها وحطلهم اللمضة 200 والاكل والشرب والتحصينات قدام الفراخ، ما قصرت فيها نهائيا. هي بس النور قطع يومين، وكل يوم 2 3 ساعات، بس كان المكان دافي جدا وكنت بهولهم. الفراخ مرة واحدة كده عيت مني زي ما يكون نظرة او نفس، سبحان الله. الحاجة دي بتتنظر، محدش يشوف فراخكو. انا فراخ اتشافت وهي لسه جاية، ما لحقتش حتى اربيها ولا اكلها. بعد ال5 ايام الفراخ بدأت تعي معايا، اتعبت جدا. صرفت عليهم لغايه دلوقتي علاج 200 جنيه. والله جبت لهم من جميع الاماكن وغيرت المكان اللي انا بجيب منه. جبت لهم الدوكسي والتايلوزين، ده مضاد حيوي قوي جدا، وجبت لهم الدواء التاني بتاع الموسع الشعب الهوائيه، وجبت لهم دواء لونه اصفر كده، نص معلقه على 4 لتر، يعني معناها اللي هو تقيل جدا. برده مفيش فايده. الفراخ كان منع الاكل، كان بتاكل حاجات بسيطة. وبعدين لما خدت جرعة الدواء بدأت الفراخ تاكل. جبت لها زنجبيل غليته بليمون، وحطيت لها عسل، وحطيت لها حتى مضاد حيوي وبشري، وحطيت لها دواء أطفال موسع للشعب الهوائية. الفراخ برضه مش راضية تاكل. وبعدين الفراخ بجيب لهم علف والله من نظيف، والمية قدامهم زي ما انتوا شايفين نظيفة كده، والمكان نظيف ومتقفل، وفي بلكونة. البلكونة عندي في البيت في الشقة يعني نظيفة مش وسخة، والمكان متعقم حلو جدا. وكل يوم بفرش لهم كده تحتهم بالراحة، تبني بغير لهم الفرشة بالراحة. واخر ما زهقت بقى فرشت لهم، عندي ملاية قديمة او ستارة فرشتها لهم تحتها، وبهوي عليهم على طول عشان الفيروسات والحاجات دي تطلع. والعلافة قدامكم والاكل، ومفيش فايدة. مع الاهتمام ده كله الفراخ بتاعية، الفراخ عينها بتدمع. جبت لها علاج برضو مفيش فايدة. الفراخ جبت لها علاج للكخة. شفت الفرخة مش قادرة تاخد نفسها خالص، مفيش فايدة. اخر حاجة ابص الاقي الفرخة بقها وارم من تحت، سبحان الله. انا معرفش، انا عايزة اي دكتور بيطري يشوف الفراخ دي ويقول الفراخ دي بالظبط ايه مرضهم واجيب لهم ايه، عشان انا تعبت والله. انا لغاية دلوقتي صرف اكتر من 1500 على 20 فرخ، بس تمنهم باكلهم، غير طبعا الادوية، وخايفة لاخسرهم. الفراخ النهاردة عمر 25 يوم. الفرخ خس معايا جدا. الفرخ جيت اوزن فرخ ضعيف شوية كده لقيته كيلو. طبعا في فراخ معدية، بس برضو مش ده الوزن الطبيعي بتاع 25 يوم. الفراخ كان فايقة كده وحلوة، بعد كده انخسفت. طبعا مفيش استهال. البراز بتاعهم لونه بني فابيض فاتح كده. بالله عليكم لو حد يعرف الفراخ ده، انا زهقت فيها، علاج يجيب من الاخر. انا مشيت ورا تعليمات الدكتور البيطري، وخدت فرخة معايا برضو وريتها له، وجبت ادوية كتير. واخر مرة جايبة ادوية عشان خاطر تزيد من وزن الفرخة. الدواء ده اسمر جدا وريحته ثوم وبصل لا تطاق. انا قلت ده برضو فاتح شهية. انا ما سبتش اي حاجة الا ما عملتها. معرفش هعمل ايه. انا استخدمت كل الادوية المخصصة للفراخ ومشيت حسب التعليمات، برضو مفيش فايدة. انا كده اقتنعت 100% ان الفراخ دي منظورة. بقيت اقرأ عليها كمان سورة البقرة، وكل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس، وآية الكرسي، وادعي واقرا على المية واحط لهم. مفيش فايدة، العين مش راضية تطلع منهم ابدا. حتى عينيهم بتدمع، اللي بقهم منفوخ بطريقة رهيبة. الفرخة كده عمالة
تنطفت كده ومش قادرة تاخد نفسها، بتنهد مع ان درجة الحرارة متظبطة. يعني انا ساعات ما يكون الجو برد بحط لهم لمبة 400، وبالنهار بشغل عليهم اللمبة 100 طبعا مع التهوية. بفتح فتحة، انا بقعد ذات نفسي ما بشمش اي ريحة، يعني مفروض الفراخ دي ما يكونش فيه ريحة امونيا، الريحة اللي هي بتتعب عينيهم. الريحة دي انا قاعدة عادي ومش بشم اي ريحة. التهوية والنظافة 24 ساعة، الاهتمام، انا بتهيألي انا لو ما اهتمتش بيهم كان هيطلع احسن من كده بجد، والله ربنا يسترها. انا بس عاملة على الفلوس بتاعتي، خسرنا فيهم فلوس كتيرة. الكتكوت انا جايباه على 22 جنيه، والعلف 22، يعني كتكوت وكيلو علف قولوا كده ب 48 جنيه، برضو غالي جدا مع الادوية مع الاكل اللي باستمرار مش ملحقة. انا كل يوم بجيب لهم اكلة مش اقل من 150 جنيه والله، ومش ملحقة عليهم مصاريف. والحمد لله يا رب، انا حمد ربنا على كل حاجة، وكل رب يجيبوا ربنا حلو، وانا مش زعلانه. بس انا عايز اعرف ايه سبب انتفاخ بقهم كده، واللي بيحصل معاهم عينيهم برضو في ورقهم حوالين عينيهم، مفيش علاج مأثر فيهم نهائيا. الكخه بقالها 20 يوم، من 5 يوم في الدوره الكخه مش راضيه تروح نهائيا ومش سايباهم. انا معرفش ده ايه بالظبط، ايه المرض ده. انا خايفه بصراحه بعد ما يكبروا شويه، معرفش كلهم اذبحهم او الاقي حاجه في الكبد بتاعهم. انا قبل كده كنت جايبه فراخ من سوق عندنا، الفراخ دي ما كانش فيهم اي حاجه خالص، ودبحتهم فتحت بطنهم لقيت بطنهم كلها فيها ميه. بس اللي انا اعرفه هم بيدخلوهم بماده كده هرمونات، ولقيت الكبد فيه ورم. طبعا انا خايفه بعد الشر، بعد الشر الاقي في الفراخ كده. طبعا انا مش هاكلهم ولا هخلي اولادي ياكلوهم، ده مرض عند الفراخ، وانا مش هضر اولادي. بس بقول يا رب الاقي يكون المرض ده بس خارجي في الراس بس مش اكتر. كده كده بتترمي ويطيبوا قبل ما اذبحهم. اي حد عنده استفسار او عنده مثلا يفيدني بحاجه يتواصل على القناه ويكتب لي تعليق ويقول لي اعمل ايه في الفراخ دي. انا جبت اخري خلاص، انا مش عارف مستحمله روحي. الواحد بيجيب له روحه شغله والله، على راي المثل شرى الفراخ ولا تربيتهم حرق الدم على الفاضي. الواحد بيجيب له روحه التعب وسهر الليالي ويفضل يحرق في دمه عشان يربي الفراخ، وفي الاخر الفراخ بتبقى بالدرجه دي. يعني الواحد يشتريهم على الاقل يوم واحد بس او ساعه هيذبحهم وهيخلص منهم وهيشتريهم اسلام، لكن تربيه الطيور حرق الدم وحرقه اعصاب، والدن الواحد قاعد على اعصابه كده هيشوف الفراخ هتكبر ولا لا. وفي الاخر بقول اللي له نصيب في حاجه بيشوفها وزي ما ربنا يجيبها. يلا سلام عليكم، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل.